أوكرانيا فتحت النار على إيران بشكل مباشر، وذلك من خلال خطوات وإجراءات على وشك أن تقوم بإقرارها وتطبيقها ضد إيران. هذا الأمر كله ظهر خلال 24 ساعة الماضية يوم أمس ببيان قد صدر بهذا الشكل الذي ترونه من قبل وزارة الاقتصاد الأوكرانية بشكل رسمي بهذا البيان بالأوكراني. كذلك الصحافة الأوكرانية قامت بعملية ترجمة هذا البيان وهذه القرارات التي صدرت، ومن الممكن أن تقر في أي لحظة. بهذا الشكل وضحوا تماما ما هي الخطة الأوكرانية التي ستكون موجهة ضد إيران، وهذه طبعا التحركات هي تأتي بعد يوم واحد فقط من تقرير قد صدر على الوول ستريت جورنال الذي أكد بأن إيران لم تعد فقط ترسل الطائرات المسيرة لروسيا لتستخدمها في أوكرانيا، ولكن هذه المرة هي ترسل قذائف المدفعية، ترسل الذخيرة، والأمر قد يتطور إلى أكثر من ذلك. وبالتالي التحرك الأوكراني جاء بعد يوم واحد فقط، وفيها تصريحات منزعجة من قبل الأوكرانيين. فهم قالوا ببساطة رغم كل العقوبات التي فرضت على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل أوروبا، من أجل منع إيران من عملية أن تكون لديها إمكانية في إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا لتستخدمها في أوكرانيا، لكن هذا الأمر لم يصل إلى طريق. كل هذه العقوبات لم تغير شيئا في طبيعة التحرك والسلوك الإيراني فيما يأتي في الحرب الروسية الأوكرانية. كذلك في نفس الوقت بل أنهم قاموا وبدأوا الإيرانيون بإرسال الذخيرة كما تحدثنا بحسب تقرير الوول ستريت جورنال، قذائف المدفعية، الذخيرة 1,000,000 طلقة، 300,000 قذيفة مدفعية خلال 6 أشهر الماضية. والأمر قد يتطور ويتصاعد، وترى أوكرانيا نفسها في مواجهة الصواريخ البالستية الإيرانية التي سمعنا عنها كثيرا بأن إيران وروسيا قد اتفقتا على مسألة إرسال هذه الصواريخ، ولكن هنالك نوع من التأجيل في هذه المسألة. بالتالي لا عقوبات أبدا تقف ضد هذه المسألة، ولا بد لنا نحن كأوكرانيين كما يتحدثونهم بفعل شيء تجاه هذه القضية وأن يفرضون هم هذه العقوبات. وبالتالي القضية الآن التي بدأها الأوكرانيين هي مرتبطة بالمواطنين المدنيين، المواطنين المقيمين الأوكرانيين في إيران، صدق أو لا تصدق. وبالتالي هم تحدثوا ببساطة هنا بأن الأمور كلها مرتبطة بالمسائل المالية، فالمقيم هناك الأوكراني على سبيل المثال في الداخل الإيراني ليس مسموح له أبدا بعملية نقل رؤوس الأموال من أوكرانيا إلى أي بلد كان ما دام هو مقيم في إيران. بمعنى آخر بأنه ليس مسموح له مثلا إرسال أموال إلى أي دولة مثل بولندا أو أي دولة أوروبية أو إلى تركيا ومن ثم على سبيل المثال تحويلها إلى إيران بشكل مباشر. أيضا في نفس الوقت أنت مقيم في إيران ليس مسموح لك في عملية تحويل الأموال من وإلى، وكذلك ليس مسموح لك في الاستثمار، ليس مسموح لك بعملية القيام بالدفع الإلكتروني. أي شيء مرتبط بالمال ليس مسموح لك أيها الأوكراني المقيم في إيران. كذلك في نفس الوقت ليس مسموح من عملية إرسال أي تكنولوجيا بأي شكل من الأشكال من أوكرانيا أو أي دولة أخرى للأوكرانيين المقيمين هناك، ليس مسموح له أخذ أي نوع من التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن الحقوق الفكرية أيضا ممنوع أن تنقل إلى إيران من قبل المقيمين هناك. وبالتالي فعلا إيران ستكون تحت ضغط، هذا هو الهدف الأوكراني، أن تضع إيران تحت الضغط المالي من خلال هؤلاء المقيمين. كذلك أنها ستوقف عملية أي سياحة أو أي تواجد من هؤلاء الأوكرانيين في إيران. باختصار عندما تقطع كل هذه الأموال يعني بأن عليك أن تغادر إيران وأن لا تبقى بها، لأن كل أموالك في أوكرانيا لن تستطيع من استخدامها، وحتى أمور تكنولوجية قد تكون بسيطة ستمنعها أوكرانيا على الأوكرانيين من نقلها إلى إيران. وفي نفس الوقت الأمر طبعا يأتي مضادا بشكل مباشر ضد أي استثمارات، أي رجال أعمال يفكرون في الاستثمار أوكرانيين في إيران في المستقبل الأمر سيتوقف تماما. ولكن الأمر لا زال بحاجة إلى عدد من الموافقات في الداخل الأوكراني، الأمر لا زال بحاجة لموافقة مجلس الأمن القومي طبعا الأوكراني، توقيع أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأيضا بحاجة لموافقة وتصويت كامل قادم
من البرلمان الأوكراني من أجل تطبيق هذه العقوبات التي تحدثنا عنها، ولكن محتمل جدا أن تصل إلى طريق فعلا، ويجب أن لا نتفاجأ أن الأمور ستسير بسرعة هنا ضد إيران. ولكن قد تعتقد أنت بأن أوكرانيا لوحدها لن تفعل شيئا، لن تؤثر على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الكثير من العقوبات بأوج عظمتها، ولكنها لم تؤثر في نهاية المطاف على إيران، وأنت محق عندما تتحدث عن هذه المسألة. ولكن الفكرة الأوكرانية هنا بالأساس بأنها تريد فرض هذا الضغط على إيران، ودعت في نفس الوقت الدول الأوروبية، دول العالم، دول المجتمع الدولي بأن عليكم أن تنضموا لنا وأن تطبقوا نفس هذا النوع من العقوبات، وبالتالي كل شيء يقيد وكل شيء يتوقف مما هو قادم من الخارج على إيران، وبالتالي سيكون ضغطا كبيرا. ويجب أن لا نستغرب أبدا إذا ما انضمت الدول الأوروبية وغيرها من الدول طبعا الموجودة التي تساند أوكرانيا في هذه الحرب، حتى وإن كانت تساندها فقط على المستوى المعنوي والإعلامي، من الممكن أن تتخذ هذه الخطوات وتكون خطيرة للغاية على إيران، وذلك لسبب مهم. لأن على سبيل المثال إذا ما أخذنا الدول الأوروبية كمثال، فإن الدول الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الموجودة في أوروبا بشكل عام مثل ألمانيا، مثل بريطانيا، هي قاب قوسين أو أدنى من وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب طبعا، وهم يحاولون الوصول إلى نتيجة في هذه القضية، ولكنهم يؤخرون هذه المسألة بسبب أنهم لديهم مشكلة في الدبلوماسية فيما يتعلق ب تخصيب اليورانيوم والمفاعلات النووية. هم لا يريدون خسارة فرصة أن تكون هنالك فرصة دبلوماسية من الممكن أن يعودوا فيها للاتفاقية النووية طبعا، من أجل منع إيران دبلوماسيا من دون الوصول إلى ظروف صعبة تجعل إيران تصل إلى القنبلة النووية وتتعرض إلى ضربة بعد ذلك. بالتالي هم لا يريدون إنهاء مسألة الدبلوماسية بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ووضعه في قوائم الإرهاب، لأن إيران كانت واضحة، تضعون الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب تنتهي الدبلوماسية معكم، وهم على بعد ما يقارب 12 يوما أو 14 يوما بحسب تقييم البنتاغون من الوصول للقنبلة النووية، وإسرائيل ممكن أن توجه ضربة كبيرة وبعدها تدخل المنطقة في حرب، والعالم لا يريد أي حرب الآن، فما يجري في أوكرانيا هو كافي في هذه المسألة. الآن أوروبا على ما يبدو أنها أقرب من أي وقت كان من فرض أو الانضمام إلى أوكرانيا في الذهاب إلى مثل هذه العقوبات التي تحدثنا عنها الآن، والتي تفكر أوكرانيا في الدخول فيها، وذلك لأن هنالك مشكلة مرتبطة في مسألة العودة للاتفاقية النووية وتعاون إيران مع العالم، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المسائل النووية. فهذا الأمر أصبح واضحا، وخطورة الموقف لا زالت كبيرة مع الإيرانيين، كما تحدث لورنس نورمان وهو أحد أهم الكتاب على الوول ستريت جورنال. هذا الرجل ببساطة كان قد نشر خارج نطاق الوول ستريت جورنال بعدد من التغريدات من المصادر الخاصة التي يمتلكها عدد من المعلومات المهمة المرتبطة في مسألة التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هو تحدث بما جرى من هذا التقرير الذي شهدناه في نهاية شهر فبراير، والذي تحدث بأن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 80%، اقتربت من القنبلة النووية. فجأة شهدنا زيارات خطيرة للغاية على أعلى المستويات من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، وكذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى منطقة الشرق الأوسط، جاءت فيها إشارات كبيرة بأننا أمام ضربة، وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تهيئ المنطقة لضربة على المفاعلات النووية. وطبعا رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنقذ الموقف وتوجه مباشرة في مارس أي الشهر الماضي إلى إيران، قام بعدد من اللقاءات وتحصل على وعود من إيران، وواحدة من أهم الوعود هي إعادة تنصيب الكاميرات التي رفعتها إيران من منشأة نتنز النووية، الكاميرات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. قالوا سنقوم بإعادة تنصيبها، نحن مستعدون للتعاون معكم، لا داعي للتصعيد، ويمكنكم مراقبة ما نفعله، ونستطيع أيضا النظر في مسألة التحقيقات التي تبحثون عن إجابات عنها. لورنس نورمان الآن يتحدث بشكل واضح في 48 ساعة الماضية أن إيران لم تتقدم في هذه المسألة نهائيا، وبأن الأمور متوقفة ومجمدة، ووجد بأن إيران قد انتصرت في هذه المعادلة، كانت على وشك أن تتعرض إلى ضربة ولكنها تفادت هذه المسألة بهذا الكلام طبعا، وتحدث بشكل بسيط بأن إيران لا تتعاون وتؤخر الأمور لأنها
تشعر بعدم وجود أي ضغط موجه لها، وبالتالي هو وجد أن الأمور خطيرة وسرب هذه المعلومات وسرب عدم تعاون إيران، يوضح أننا أمام ظروف متغيرة ومتشنجة قادمة تجاه إيران، بل أيضا في نفس الوقت إيران تعمل على تحريك حلفائها في منطقة الشرق الأوسط وتساعد حلفائها من أجل زيادة نفوذهم في المنطقة. عندما نتحدث عن الصين وعندما نتحدث عن روسيا على سبيل المثال، فعلى سبيل المثال هنا وكالة رويترز كانت قد أكدت بشكل واضح بأن كان هنالك اجتماعا يوم أمس في موسكو من قبل وزراء خارجية تركيا، روسيا وإيران وسوريا، وهنالك محادثات كبيرة تبحث من خلالها روسيا طبعا بالتعاون مع إيران من أجل تقريب وجهات النظر وتطبيع العلاقات مرة أخرى بين تركيا وبين سوريا، كما فعلت تماما الصين في تقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، وبالتالي الحلول قادمة من الروس وقادمة من الصينيين على المستوى الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط. وأنت أيتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تحلين الكثير من الأمور، وهذا طبعا يأتي بمساعدة إيرانية كبيرة، فالصين علاقة استراتيجية أو اتفاقية استراتيجية لديها طبعا مع إيران، مع المملكة العربية السعودية، قادة الدبلوماسية الموجودة في هذه المنطقة، استثمارات كبيرة، والآن روسيا تعمل على حل المشكلة بين تركيا وبين النظام السوري، والنظام السوري أساسا على وشك أيضا العودة في علاقاته مع المملكة العربية السعودية، ورأينا زيارات مهمة، وبالتالي هذه الدول التي تلعب الأدوار الإيجابية والولايات المتحدة تجد نفسها أمام تحدي لنفوذ لا تريده أبدا في الشرق الأوسط، ألا وهو النفوذ الصيني والنفوذ الروسي. والمشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها جدية في دعم أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، لديها جدية كبيرة للغاية تأتي من أروقة الكونغرس الأمريكي في مواجهة طبعا كل الأسلحة وكل من يقومون بعملية المساندة لروسيا، واحدة منها طبعا هي إيران التي تساند روسيا بشكل كبير. جو ويلسون وهو أحد أهم النواب الموجودين في مجلس النواب الأمريكي، وهو طبعا من الحزب الجمهوري الأمريكي، أكد لياهو نيوز أيضا يوم أمس بأنه على وشك أن يقدم مشروع قرار بمشاركة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف ببساطة إلى الاستمرار في دعم أوكرانيا حتى العودة إلى حقيقة العودة إلى خارطة أوكرانيا التي كانت في عام 1991. ببساطة الخارطة تعني بأن تكون روسيا غير موجودة أبدا حتى في شرق أوكرانيا في الدونباس، وأيضا أن تنسحب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي كل شيء يعود لأوكرانيا. وبهذه البساطة يجب على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا المشروع كما يبحث جو ويلسون أن يكون الدعم مستمرا لأوكرانيا حتى تحقيق هذا الهدف. وطبعا أنه قرر في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ الأمريكي سيكون ملزما لأي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وبأنها هذا الأمر لن يقف في المزاجيات طبعا، أو لن يتغير بالمزاجيات، مثلا مزاجية أي رئيس جمهوري أو رئيس ديمقراطي أو غيرها لن تتغير. لديك مشروع قرار، يجب أن يكون هنالك دعم مباشر ودعم مستمر، ولكن يجب أن نتذكر أن الحزب الجمهوري في مجلس النواب بأعضائه سمعنا الكثير من الأصوات التي لا ترغب في الاستمرار بهذه الحرب ويريدون إيقاف هذه الحرب، لكن هنالك جدية في هذه المواجهة وفي الاستثمار، لأن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام تأتي هذه الطائرات المسيرة الإيرانية والأسلحة الإيرانية من القذائف والذخيرة وقد تكون الصواريخ البالستية في مواجهة هذه الاستثمارات في الداخل الأوكراني. في نفس الوقت أيضا هذه الاستثمارات تواجهها روسيا أيضا، صدق أو لا تصدق، فإن روسيا بحاجة إلى أي دعم كان، دعم إيراني أو دعم صيني في الفترة القادمة، لأن هنالك تطورات خطيرة قادمة ضد روسيا في هذه المعركة الخطيرة للغاية. فعلى سبيل المثال اليوم الأوساط الروسية تتحدث بأن أوكرانيا جهزت 50,000 جندي أوكراني للقيام بالهجوم المضاد طبعا ضد القوات الروسية، وبأن الحديث هنا بأن شهر مايو هو شهر ونقطة انطلاق الهجوم المضاد كما تتحدث الأوساط طبعا الروسية. وأيضا يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر بنفسه هو تحدث عن هذه المسألة أيضا وقال في 2 مايو هو التاريخ المقرر للأوكرانيين بحسب المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها، ستكون هي نقطة الانطلاق للهجوم الأوكراني على الروس. واشتكى قال بأن الذخيرة التي لم تركها فعلا في باخموت
تكفينا لأسبوعين أو 3 أسابيع، الأوكرانيين سيهاجمون الأجنحة التي تحاصر أو تحاول الإطباق طبعا على مدينة باخموت، ونحن بحاجة إلى الإسناد. بدأ يشكي من هذه المسألة أيضا بأن أسلحة مثيرة بدأت تستخدم الآن في باخموت تحديدا، نتحدث عن قنابل الجي دي اي ام الأمريكية. بدأوا فجأة الأوكرانيين مع التراجع الذي يتعرضون له والتقدم من قوات فاغنر استخدموا هذه القنابل، وهذه القنابل عادة هي تركب في حقيقة الأمر كتكنولوجيا أو تقنية معينة تركب على القنبلة، تجعل هذه القنبلة وتحولها من قنبلة غير موجهة أو كما يطلقون عليها أيضا قنبلة غبية تتحول إلى قنبلة ذكية موجهة، وتصل حتى أوزان هذه القنابل التي ممكن أن توضع عليها هذه طبعا هذا المكون المهم الأمريكي، تصل ويصل وزن القنابل التي تركب عليها إلى 907 كيلوغراما. وطبعا كانت هنالك أوساطا أوكرانية أكدت فعلا استخدام هذه القنابل من مثل الديفنس إكسبرس على سبيل المثال، وهو ليس مصدرا أوكرانيا في حقيقة الأمر، تحدث بأن هنالك استخدام للجي دي أي أم هذه القنابل الأمريكية من قبل الأوكرانيين في باخموت. أيضا هذا المصدر تحدث عن نفس المسألة بأن هذه القنابل قد استخدمت في ضربة يجب أن نلقي نظرة عليها الآن على الشاشة الكبيرة لكي نرى هذه الضربات التي جاءت وتحدثت عنها الأوساط الأوكرانية وحتى الأوساط الروسية لنلقي نظرة على هذه الضربات. سنلاحظ من خلال هذا المقطع المصور بأن الضربات طبعا مصور من قبل الأوكرانيين من طائرة مسيرة، ستلاحظ أنت أمام انفجار وانفجارين وانفجار ثالث كبير قد ضرب هذه المنطقة سيأتي الآن، وهي تأتي ضد قوات فاغنر الموجودة في ضاحية سيلش كما نشر عن هذا المقطع. بالتالي دعونا الآن نذهب لكي نلقي نظرة على هذا الموقع الذي استخدمت فيه هذه القنابل أو بدأوا باستخدامها الأوكرانيين، من خلالها طبعا يحاولون عملية استنزاف القوات الروسية التي تحاول التقدم. نلاحظ طبعا بشكل واضح بأننا أمام بحيرة واضحة، طريق بهذا الشكل، أهم شيء هنا هذه المباني الثلاثة، وهنا مبنى مميز آخر، وطبعا مبنى مميز آخر سيساعدنا في معرفة هذه المنطقة، هنا مساحة وتأتي مباني أخرى. إذن العلامات واضحة، ضاحية سيلش مع هذه العلامات ستكون نقطة سهلة بالنسبة لنا لمعرفة هذه النقطة أين هي. عندما تتجه إلى هذه الضاحية ستجد أنت أمام هذه البحيرة، إلى الشمال تبحث عن هذه المباني التي تأتي باتجاهها، هذه المباني الثلاثة التي تحدثنا عنها. إذا ما ابتعدنا قليلا من هذه النقطة وحاولنا أن نأخذ نفس الزاوية التي صورتها طائرة المسيرة إلى اليمين قليلا مع الهبوط قليلا بأخذ هذه النظرة، سنجد بأننا أمام فعلا نفس العلامات التي تحدثنا عنها، هذه هي البحيرة، الطريق لا شيء مختلف أبدا مما تحدثنا عنه، وهذا هو المبنى المميز، وطبعا هذه هي المساحة وهذه المباني الموجودة بهذا الاتجاه. بالتالي كل شيء متطابق في هذه العملية، وطبعا هذه الضربة ويجب أن ننتبه بأن الأوكرانيين بدأوا يستخدمونها لأن قوات إيفغيني بريغوشين ألا وهي طبعا قوات فاغنر تحقق نتائجا مهمة كما تلاحظ هنا في 25 أبريل، أي يوم أمس، مقارنة باليوم كان هنالك تطورا كبيرا في عمق مدينة باخموت. لاحظ التقدم، كيف كان هذا التقدم؟ تقدم كبير، تقدم ليس بالسهل، والتقدم هنا تحديدا إلى ما أشرنا إليه بهذا الاتجاه هو يأتي في سيلش، وبالتالي طبعا لنأخذ اللون الأحمر هنا، سنلاحظ بأن التقدم قد جاء كبيرا هنا، والتقدم كبير في العمق كما تحدثنا، وهذا هو ما دفع الانفجار أن يأتي هنا في هذه المنطقة من أجل الاستنزاف، من أجل إرباك قوات فاغنر. لكن بهذا التقدم قوات فاغنر أصبحت قريبة طبعا من خروموفا، من نقطة طبعا النقطة اللوجستية لدعم القوات الأوكرانية. بدأ الخط الأوكراني يهدد بشكل خطير، وبالتالي الأوكرانيين لم يعد أمامهم الكثير، أي اقتراب هذه المنطقة الرمادية التي ترونها هنا بهذا الشكل، هذه المنطقة الرمادية يعني هي منطقة الاشتباك، كلما اقتربت هذه المنطقة من خروموفا كلما كان على القوات الأوكرانية أن تغادر بسرعة هذه المنطقة، لأن الإمداد اللوجستي سينتهي، وأن الأوكرانيين المتواجدين هنا ومحصنين بشكل كبير. إذا ما أخذنا لونا آخر فقط لنوضح
هذه المسألة في هذا المربع، مربع المباني الحكومية، ستحاصر بشكل خطير وواضح بأننا أمام اختراق هنا، وأن القوات فاغنر تتقدم بشكل سريع، وبالتالي نحن أمام أيضا استخدام سلاح كبير في هذه المنطقة. بالتالي أي تراجع من فاغنر بسبب الذخيرة، بسبب أن إيران تتعرض إلى الضغط، لسبب أن الصين تتفق على بسبب ما أو أي شكل أو أي طريقة أخرى مع مثلا الولايات المتحدة أو غيرها، سيضر بالروس. من مصلحة الروس أن يستمر الدعم، لأن هنالك هجوم كبير قادم، والسلاح الإيراني ممكن أن يأخذ نقاطا أعلى في الفترة القادمة ويدخل بفاعلية أكبر ضد القوات الأوكرانية، وهذا قد يفسر لماذا نرى أوكرانيا طبعا اتخذت كل هذه الإجراءات.